في لحظه معينه بيتهيألي ان احنا لازم نتفق كمجتمع بقى ان احنا نتعامل مع ظاهره الانفعال الالكتروني دي ازاي، واحنا حتى نحمي نفسنا منها ازاي. في لحظه معينه مثلا انا قلت ايه ده، طب ما كل الناس بتتكلم اهو، اشمعنى انا ما ادخل كمان واقول اللي يعجبني؟ لكن الحمد لله انا دايما بعرف احكم العقل شويه واروح راجع في كلامي واقول هي مش ناقصه اصلها انفعالات. انا بقرر ان انا ما اغذيش الانفعالات دي باي اتجاه ولا في اي شكل، لانه في مصالح كتير قوي بتضرنا، في مصالح ضدنا بتضرنا وممكن تبقى بتتعامل معاها وانت مش واخد بالك مع كل جدل او انفعال. ده بيبقى نموذج له اي جدل او انفعال ممكن يبعد ما بين المجتمعات العربيه وبينها وبين بعضها. اي طرف ضد البلد دي او اي طرف مش شايف لك مصلحه لازم هيبقى سعيد او يشوف الانفعالات وهي بتبعد مثلا ما بين مجتمعين زي المجتمع المصري والسعودي، ولو كان حتى الانفعال ده مؤقت وضيق، والحمد لله هو دايما مؤقت وضيق. في الحقيقه انه اذا التزمنا الحقيقه بقى، يعني عدد من الحقائق مش وجهات النظر، اي نهضه على المستوى الثقافي او الفني بنشوفها على مستوى السعوديه النهارده هي مكسب لكل المجتمعات العربيه ومكسب لكل الشباب العربي، لكن هي كمان مكسب مباشر للفن المصري وللثقافه المصريه زي ما طول عمرها كانت. لمس الموضوع ده بشكل مباشر على فكره بيان النقابه، بيان نقابه المهن التمثيليه. الجهد ده كمان برضو انا هنا بتكلم عن الحقائق وليس وجهات النظر، انه دايما بيقول لك مثلا في السكه الحديد القطر يقول لك ان في حاجه اسمها الانجن. الانجن ده اللي هو اول عربيه، المحرك. الحقيقه بتقول انه المحرك او الانجن ارتبط في التطور اللي احنا بنشوفه على المستوى الفني والثقافي واللي احنا بنشوفه في المجتمع السعودي كله، ارتبط بالانجن او المحرك اللي هو هيئه الترفيه واسم المستشار تركي آل الشيخ، بالاضافه لمجهود فريق كبير بيشتغل علشان يفتح الباب لمجتمع هو المجتمع ده اللي بيتطور، بيستقبل الفن المصري وبيعشقه رقم واحد، وبعده بقى بتيجي كل انواع الفنون وكل جنسيات الفنون من جميع انحاء العالم. ففكره المصالح الصغيره او المؤقته او انفعالات الانترنت زي ما انا بسميها بيكون اثرها سريع ومزعج وغير منتج لاي طرف. من ضمن الاسماء والانفعالات اللي تم تداولها كانت مرتبطه باسم الفنان باسم سمره واللي هو موجود دلوقتي معانا على التليفون. برحب بحضرتك معانا يا استاذ باسم. اهلا يا فندم، تحياتي يا استاذ شريف. تحياتي لحضرتك. الله يخليك. انا كنت بتكلم على فكره انفعالات الانترنت وكنت عارف ان انت عندك رساله وموقف عايز تعلنه. انا في الاول بحييك وبحيي جمهورك. انا كان في الفتره الاخيره حصل هجوم شديد على النجم استاذ محمد صبحي من اتجاهات مختلفه، وللاسف برضو كان في مصريين كتير بيهاجموه، وواحد احد الصحفيين المنتمين لاحد الدول الشقيقه يعني هاجم الاستاذ محمد صبحي بطريقه صعبه جدا، وانا كان ليا رد فعل خالص من اللباقه الحقيقه، ويعني كتبت بانفعال زي ما حضرتك بتقول بوست، وبعدين اعتذرت بعديه عن البوست دوت في بوست اخر، لكن انما العلمي ان بعض التعليقات تلمح لنا يعني الكلام ده على وزير المستشار تركي آل الشيخ. انا بحب اوضح بس ان الكلام ده عالي تماما من الصحه، وان الراجل ده من المستحيل ان انا هاجمه، لان انا عارف ازاي هو بيحب مصر وعطائه مستمر للفن والتكريم والشغل اللي هو عمله اخيرا، احنا كلنا فخورين بيه، يعني حاجه ما كناش نحلم بيها حقيقه، يعني تحت كمان في المملكه العربيه السعوديه. ولكن افادت الوطن العربي كله وكرموا المصريين وكرموا الرموز بتاعتنا، فيعني انا ما اقدرش اهاجم ابو ناصر، انا بكني ليه كل الاحترام، وطبعا كافه المسؤولين بدولتنا الشقيقه المملكه العربيه السعوديه. مع ذلك انا بعتذر للمستشار تركي آل الشيخ عن سوء الفهم وعن تاخري في التوضيح بسبب الحقيقه استاذ شريف اللي انا بعيد شويه عن موضوع التواصل الاجتماعي، يعني انا ايه مش شاطر في الفيسبوك والحاجات دي، انا في ممكن ابن اختي يدور لي الصفحه حاجه كده يعني. ما هي زي ما بقول برضو. اتفضل. نعم اتفضل. لا بحب اسمعك. لا لا لا، يعني كنت حضرتك بتقول في النهايه فكنت بسمعك للاخر. في النهايه برضو انا برضو باكد ان انا احنا والسعوديه على وعلاقه الفنانين المصريين بالاشقاء السعوديين علاقه وطيده، وعمرنا يعني مع
ما نغلط في بعض، احنا بلد واحد واحنا شعب واحد ووطن واحد. مفهوم مفهوم. وده المفروض يسند عن فن رفيع مميز لينا ولكل الجمهور الوطن العربي. في النهاية في النهاية بيبقى الصالح للمجتمعين فعلا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، أتمنى أن رسالتك تكون وصلت للمستشار تركي آل الشيخ. أتمنى أنه زي ما أنت بتتكلم كده فكرة الانفعال على الإنترنت، يا ده أنا عايز أقول لحضراتكم ولا بلاش، سهل قوي سهل قوي أنك تكتب كلام معين تفرغ بيه شحنة عاطفية ومتوترة، بس بعد شوية إما أن هتلاقي أن الانفعال ده كان غلط، وأنا هنا بتكلم عن نفسي حتى، او والحمد لله يعني ايه ما بعرف اتحكم في نفسي كويس، يعني بقوم بعمل اي حاجه ثانيه، لانه ايه الموقف اللي هيضيف وايه الموقف اللي هيخصم، دايما الواحد بيفكر فيها كده، خصوصا لما تبقى ما بين مجتمعين على مستوى المجتمعات اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هو المجتمع المصري والمجتمع السعودي. نتمنى مره ثانيه ان تكون رساله الفنان باسم سمره وصلت.